اختتم فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة ريما المهرجانات الجماهيرية في مديرية السلفية مجددين الوفاء للقيادة التنظيمية ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح. وفي لقاء موسع ضم قيادة وقواعد وكوادر فرع المؤتمر الشعبي العام والمراكز التنظيمية في مختلف عزل مديرية السلفية وأعضاء المجلس المحلي والقيادات التنفيذية، فوض الجميع اللجنة العامة باتخاذ القرارات الحاسمة في حق من باعوا الوطن. الإدانة والاستنكار الشديد والرفض القاطع للمواقف العبثية لمجموعة المتسولين في فنادق الرياض وتشدقهم بأسماء المؤتمر وخرقهم الواضح للوائح وقوانين وأنظمة المؤتمر الشعبي العام والميثاق الوطني المجرم لأي تبعية أو ارتهال للخارج، ورفض النيل من القيادات الوطنية الشريفة في المؤتمر الشعبي العام، وفي المقدمة زعيم الوطن الرمز المناضل علي عبد الله صالح. نؤكد تأييدنا المطلق للموقف الوطني الثابت للمؤتمر الشعبي العام بشأن الرفض القطعي لأي عدوان خارجي يمس سيادة الوطن، وبالذات العدوان السعودي المستمر منذ أكثر من 8 أشهر والذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمصالح والمنشآت والبيوت والمساكن دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو ديني. الرفض القطعي لتدخلات العملاء الفارين من الخارج والتدخل السافر في الشؤون التنظيمية، والتأييد لإجراءات الأمان العامة للمؤتمر والتأييد الإجراءات الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بتجميد عضويتهم وإحالتهم إلى هيئة الرقابة التنظيمية للمساءلة والمحاسبة وفصل عضويتهم تماما من المؤتمر.